عاصمة الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من معلومة جديدة مع ريم. اليوم باش نحكيو على سوجي سألتوه مني برشا وطلبتوه مني برشا، اللي هو البري لابيل. ريم، كيفاش نصب الدوسي نتاع البري لابيل؟ اليوم باش نعطيكم خمسة أسرار باش نجم تعاونكم على الاخر باش تصبوا الدوسي نتاعكم تاع البري لابيل. دونك يلا ليتس جو. باش نبدا نفسر لكم شنو هو البري لابيل وشنو هو اللابيل. دونك البري لابيل هو يعطيك ان بري اكور للابيل ستارت اب اكت اللي هو في تونس، متواجد في تونس وخاص بالدوله التونسيه، ويعطيك بلوزيور افونتاج، منهم كريديبيليتي من عند الدوله التونسيه، منهم يعطيك اون بورس انت والكوفونداتور نتاعك. دونك يعطيكم كوم ان سالير بوندون اون اني، وتنجم هذيك تخليك تعيش منه من قبل ما تجيري فلوس من الشركة نتاعك. دونك افونتاج كبير على الاخر. نجم زيدا يعطيك اكزونيراسيون على لي امبو سور لي سوسيتي، ان كونت اون ديفيز، الكارت تكنولوجيك. دونك بلوزيور افونتاج. دونك هيك علاش برشا عباد يحبوا يصبوا في الدوسي بري لابيل. دونك باش نبداو بالسكري نيميرو 1. سكري نيميرو 1 اللي هو ليدي نتاعك دو ستارت اب اللي في مخك لازمها تكون انوفونت ولازمها تكون سكالابل. شو معناتها انوفونت وشو معناتها سكالابل؟ انوفونت معناتها تجيب حاجه جديده يا في الفكره يا تجيب حاجه جديده في الشين دو فالور. وسكالابل معناتها البزنس موديل، معناتها كيفاش تجيب الفلوس لازم يكون سكالابل، معناتها تنجم تعملوا اليوم في تونس تنجم تعملوا غدوه في المغرب والا في مصر، باش يكون سهل وباقل انفستيسمون، ريبليكابل وباقل انفستيسمون. اذا كنت تحبوا اكثر ديتيلز على لو بوين هذا راني حكيت عليه بالديتيلز في الفيديو نتاعي ستارت اب فيرسس سمول بزنس. نتعداو للسر نيميرو 2. دونك لاستيس هذه لازمك تكون فاهم الفكره نتاعك، عندك فكره لازم تكون فاهم كيفاش الفكره نتاعك باش تحل مشكل والا باش تحل ان نيد، ولازمك تفهم كيفاش باش تجيب الفلوس. دونك لازمك تعمل في مخك كيفاش بتجيب الفلوس، شنو هو البزنس موديل نتاعك. ماذا بيك تعمل ان ماركت ستادي، معناتها تمشي تشوف تعمل كيستيونير، تاخذ راندوم بيبل تعمل لهم كيستيونير، تعمل فوكس جروبس اكسترا. لازم تشوف aussi وين باش تخدم، اسكو باش تخدم على تونس، اسكو باش تخدم اكسبور، اسكو باش تخدم على توت اون ريجيون. دونك وين لازمك تقرر شكون هم لي كليون نتاعك، شكون باش تبيع، شكون العباد اللي باش يخلصوك، كيفاش باش تعمل الجو تو ماركت نتاعك. دونك لازمك عندك جنرال ايديا وين تحب تمشي، كيفاش بتجيب الفلوس اكسترا. وهذا نفسرو انا مليح في الفيديو نتاع البيتش ديك. دونك ماذا بيك تمشي للفيديو نتاع البيتش ديك تلقى الديتيلز نتاعك الكل، مع العلم انت حاسب باش تعمل بيتش ديك وماذا بيك تبدا بيه كي باش تعمل الدوسي نتاعك بري لابيل، حتى يسهل عليك برشا برشا دي بوان. دونك ارجع لها الفيديو نتاع البيتش ديك راهي مهمه برشا. نتعداو للسر نيميرو 3. النيميرو 3 هو يحكي على البروف اوف كونسبت. دونك انت باش تصب دوسي بري لابيل لازمك تحضر لنا البروف اوف كونسبت نتاعك. اذا كان مثلا انت تطبيقه ماذا بيك تعمل لنا الام في بي. شو معناتها ام في بي؟ هو المينيموم فايبل برودكت، معناتها انت مثلا باش تعمل لنا سوليسيون دو بايمون ماذا بيك تعمل لنا ان ام في بي اللي فيه سولمون مثلا الفونكسيوناليتي دو بايمون هذيك. ماذا بيك زاد تجرب سام ايرلي ادابترز كيفيه. اذا كان انت عندك برودكت ماذا بيك تعمل لنا بروتوتيب وتجربوا معناتها مع كلكوز يوتيزاتور بوكو با، وتعمل ان ويب سايت. دونك هذا يعاون برشا كي تصب الدوسي نتاعك تاع البري لابيل وتعطيهم ثقه فيك اللي انت يو ار سيريوس اباوت يور ايديا. نتعداو للبوان نيميرو 4 اللي هو هو اللي باش نحكيو على الفيديو. الفيديو اللي باش تعملها لازم تركز اللي انت والكوفونداتور نتاعك كسوا ان والا دو تكونوا الكلكم حاضرين في الفيديو، مهم برشا راهو، وتوريو اللي انتوما you are perfect as a team. شو معناتها؟ معناتها you are complementary in your skills، معناتها انا نكون باهي مثلا باش نعمل تطبيق، نكون باهي في ديفلوبمون، ماذا بيا الكوفونداتور نتاعي يكون باهي في الماركتينغ وال سيلز، وواحد اخر في اليو اي يو اكس، وهكيكا نكونوا متكاملين. الحاجه الاخرى اللي هو لازم نركزوا على innovation و scalability نتاع الايديا نتاعنا، نوريهم في الفيديو، وماذا بينا زادا نعملوا لهم ان ديمو نتاع الحاجه اللي احنا خدمناها كو سوا ان بروتوتيب والا ان ام في بي، نوريهم شنو خدمنا باش نظهروا لهم اونكور اون فوا اللي اوني سيريو. نتعداو للنقطه الاخيره واللي باش نحكيو عليها اليوم، اللي هي راهو فما دي فري باش تصب في الدوسي، وراهو لو كانديدا نو بو سوميتر كون سول دوموند
une fois tous les 6 mois. Donc, c'est bien qu'il faut le dossier interne, تكون الابليكيشن نتاعنا ملمه ونعرفوا كيفاش معناتها نصبوا الدوسي نتاعنا. اذا كان تحبوا نعاونكم انا في الدوسي نتاعكم كونتاكتيوني. وزيد عندي اون كونفرنس باش نحطها لو 15 جانفي باش نعملوها ان شاء الله اللي فيها الديتيلز الكل اللي حاجتكم بيهم باش تلانسيو ستارت اب نتاعكم اسمها فروم ايديا تو ستارت اب. اذا كان انتريسي فما رابط نجم معناتها فو بريكوموندي الكونفرنس هذه و نستنيكم باش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتشاريهم مع اصحابكم باش تعاونوهم باش يصبوا هما زاده في دوسيي بخي لابيل. وباي باي بالسلامه وعلى سمان بروشين. باي باي.